السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. السلام. في هذه الفيديو باش نتكلم على الشوشرة حول مسألة وين البترول، الذي الكثير قال إن الذي أطلق هذه الحملة هو الرئيس المؤقت السابق المرزوقي، رغم اللي هو على الفيسبوك متاعه أنكر أنه يكون هو مصدر هذه الحملة، رغم أنه قال أنه يأيدها. ونحن نسأل المرزوقي، عندما كان رئيس مؤقت لتونس ما كانش يعرف وين البترول؟ أكيد كان يعرف، ولكن ما تسمحلوش الظروف باش ينبش في هذا الملف الحساس. أنا مانيش لا خبير اقتصادي ولا خبير سياسي، يعني مواطن عادي يمكن أن أبحث في المسألة، وأي واحد فينا يمكن يبحث في المسألة ويشوف ويطلع ويفهم شنو الحكاية. مع الأسف ما نقولش الشعوب متاعنا جاهلة، لأن ليس هناك شعب جاهل، وإنما أقول إن الشعوب متاعنا مجهلينها، ميحبوها تعرف حتى شيء، لا شنو يوقع في بلادها لا شنو يوقع في الخارج. علاش؟ على خاطر هذه الشعوب يتم سرقة ثروات متاعها منذ مدة طويلة، منذ الاستعمار. انتم تعرفوا اللي الدول الغربية المستعمرة احتلت كثير من بلدان متاعنا، مش باش توعينا ولا باش تثقفنا ولا باش تعلمنا، وانما الهدف واضح هو السرقة في الدرجة الاولى، وفي الدرجة الثانية السيطرة علينا وتخلينا في التخلف والانحطاط باش ما نجموش ننافسوها في يوم من الايام، او ان نتبعها ونوليو كيفها ونوليو تحت اوامرها. كثير من الناس مع الاسف يسخايبوا لي احنا دول مستقلة، يجي يحتفل لك بعيد الاستقلال بتاع تونس بتاع الجزائر بتاع المغرب بتاع غيرها من الدول، وهو في الحقيقة ما هو إلا استقلال سوري فقط، ونجم نقوله استعمار بالوكالة. في عوض الدول المستعمرة تبعث جنودها تخسر فلوسها وتستعمرنا، لا، وإنما تكلف شكون يقوم بهذه المهمة، مقابل شيء طبيعي أن هذه الدول تحميه وتدافع عليه وما تتكلمش على المصايب اللي يعملها، وهو في المقابل يعطيها الثروات. وهذا مش في تونس برك، في كل الدول ما يسمى العالم العربي الإسلامي. راهو مسألة ما يسمى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه معناتها الكلمات الرنانة، الغرب عمره ما يذكرها في دولة تقوم بالواجب متاعها وتدفع في الجزية للغرب. استعملت رفض الجزية خاطر هي في الحقيقة جزية. مثلا السعودية، هل هناك في العالم دولة معناتها أكثر انحطاط وظلم وللإنسان فيها أقل درجة من الحيوان في الغرب؟ هناك دولة في العالم العربي الإسلامي بين قوسين يعني فيها كل أنواع الظلم أكثر من السعودية؟ شكون من الدول الغربية أو أمريكا
يتكلم على حقوق الإنسان في السعودية أو في دول الخليج، حتى علاش؟ على خطر الملوك اللي يحكموا في دول الخليج هم ملوك تحت معناتها أوامر أسيادهم، ما نتكلمش على الدول الأخرى متاعنا. وأي واحد يحاول يشق عصا الطاعة أو ينشز عن النظام العالمي اللي فرضه الغرب على العالم يتم تلصيق ليه مليون تهمة وإن دعت الضرورة إسقاطها. مثلا كما جمال عبد الناصر وقت حب ينضم للحلف الشرقي تاع الاتحاد السوفيتي تم إسقاطه. صدام عندما حب يبدل الشركات اللي تستغل في البترول يتم معناتها غزو العراق وإسقاطه. القذافي عندما حب يبدل الشركات اللي تستغل في البترول في ليبيا تم إسقاطه. إذن معناتها ما يحتاج فلسفة ولا تفكير، يعني مسألة واضحة. بينما المغرب لا، دولة ديمقراطية وحرية، الجزائر دولة ديمقراطية وحرية، فهمت؟ إذن هذه ما يسمى بالثورات العربية ما هي إلا زوبعة في فنجان، وما يسمى بالاستقلال عن فرنسا وعن إسبانيا وعن إيطاليا ما هو إلا حبر على ورق. ما فماش استقلال في الدول متاعنا، الثروات متاعنا تم بيعها وقبض الثمن. نجم نقول صحيح ان الغرب يعطي مقابل، ولكن هل هو لشعوبنا؟ شوية فتات. مثلا وقت جماعة يحرقوا في البحر لإيطاليا هاوكا يعطيوا لبعضهم لجوء أو يعطيوا بعضهم أوراق. وقت قائد السبسي طلع لإيطاليا وعامل روحه بطل وقال لك هاو قناع الغربيين أن 3000 تونسي اللي حرقوا لإيطاليا باش يعطيوهم أوراقهم، توانسة قالوا هاو السبسي قوي. لا، السبسي لا قوي لا شيء. السبسي مشالهم تكلم معاهم كيما نقولوا احنا كاخت سيغ تابل، قال لهم انتوما توا تسرقوا في الثروات متاعنا وكل شيء وتاخذوا في الفلوس كل شيء، شنو هي 3000 ولا 2000 ولا تونسي تعطيه الوراق متاعه؟ بالطبع فما هناك حاجة أخرى يعطيهم من الغرب، مثلا المساعدة في فهمت القروض من البنوك الدولية. المواطنين متاعنا اللي موجودين في أوروبا اللي يخدموا غاديكا ويرجعوا في العملة الصعبة، فهمت؟ هذه مثلا مسألة. الحماية العسكرية شيء طبيعي، كما مثلا وقت ليبيا حبت تدخل في تونس دخلت فرنسا باش تخرجها. إذا عندك حماية سياسية وحماية اقتصادية يعني من البنوك وحماية عسكرية، يعني وصاية كاملة مقابل هذا النفط أو هذه الثروات سواء الملح أو الفوسفات. تعرفوا اللي الشركات هذه تشري في الثروات متاعنا سوى البترول سوى الملح سوى الفوسفات سوى غيرها بثمن استخراجه. يعني مثلا 3 خدامة يخدموا شهر كامل 12 ساعة في النهار باش يخرجوا طرناطة فوسفات، يتم دفع الخلاص متاعهم كل واحد 400 دينار، يعني تجي 1,200,000، هما يبيعوا الطرناطة فوسفات بمليون وميتين، يعني بثمن استخراجه. وهكذا النفط وهكذا الملح وهكذا حتى السواحل متاعنا اللي يجي فيه الباخرات الإيطالية والأوروبية وتفرغوا، والصيادة متاعنا بالفلايك متاعهم الصغيرة من المكان لبقية والتفاتف. إذن السواحل متاعنا مسروقة،
الفلاحة متاعنا مسروقة، الملح، الفوسفات، الموارد الطبيعية، كل شيء مسروق على حسب الاتفاقيات اللي تم عقدها مع هذه الشركات وقت الاستعمار من أجل الحصول على الاستقلال بين قوسين، السياسي والذي هو ليس استقلال. السؤال الذي يسأل: هل احنا عندنا بترول في تونس؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني: هل من مصلحتنا احنا كتوانسة ولا غير من الشعوب ان تولي هي مسؤولة على الثروات متاعها هذه؟ هذوما السؤالات نحاول نجاوبوا عليهم في هذه الفيديو، وهي بالطبيعة وجهة نظري الخاصة. اما حول هل احنا عندنا بترول ولا ما عندناش، احنا من المنطق الجزائر فيها بترول وفيها غاز، ليبيا فيها بترول وفيها غاز، واحنا جايين بين الجزائر وليبيا. يعني بالمنطق وبالعقل ان الناب بتاع البترول اللي موجودة في الجزائر واللي موجودة في ليبيا تتعدى على تونس. اذا كيفاش احنا ميكونش عندنا بترول؟ من المنطق ان الجنوب فيه البترول كيما الجزائر كيما ليبيا، ولكن تم تنقيب على البترول الا في المناطق جهة البرمة وجنوب اقصى جنوب تونس. علاش حسب رايكم؟ على خاطر المناطق الاخرى التي معناتها جهة الجريد وجهة ليبيا هي ناب مشتركة، اللي جهة الغرب ناب مشتركة مع الجزائر، واللي جهة الشرق ناب مشتركة مع ليبيا. والشركات الموجودة في ليبيا عندها الآبار وتجبد من هذه الناب، فما يحتاجش فهمت تقلب وتبحث على البترول في تونس، لأن الناب تحت تصرفها، يعني تسمى خسارة فلوس. هي عندها مثلا 5 آبار في الجزائر معناتها قريبة لتونس، وعندها 5 آبار في ليبيا قريبة لتونس. علاش تفتح في 5 آبار أخرين في تونس؟ ما هي الناب واحدة اللي تجبد من الجزائر موجودة في تونس، واللي تجبد من ليبيا موجودة في تونس. إذا منعوا الحكومات سوى بورقيبة سوى الزين أنهم يقلبوا في المناطق هذيك، منعوهم، قالوا لهم تحبوا تقلبوا برمشيوا أبطوا لأقصى الجنوب في البلاصة اللي الناب مش مشتركة مع جهة أخرى. ورغم ذاك الشيء البلاصة هذيك اللي معناتها مش مشتركة لازم تكون شركات غربية هي اللي تفركس وهي اللي تنقب. تعرف البترول نجمو نعرفوه بالساتيليت، ما عادش توا حد شيء يتخبى، بالساتيليت نجم تشوف البترول فين موجود وفين مش موجود. المنطقة متاع أقصى جنوب تونس فيها البترول ولكن مستغلتها شركات أجنبية. أخيرا هولندا خرجت خبر على اكتشاف حقول جديدة في تونس، فرنسا كذبتها قالت لك لا هذيك حقول لاجمي، يعني شوف المسخرة فهمت. إذا البترول نجم احنا من حقنا في أرضنا ان نجبد البترول اللي موجود في ارضنا، وان كان مشارك في الناب مع الجزائر ولا مع ليبيا، ولكن هذه الشركات الاستعماريه منعت تونس مده 50 سنة من البحث في هذه المناطق لان ذلك ليس في مصلحتها. نفس الشيء بالنسبه لكل الثروات متاعنا، يعني احنا عندنا ثروات ولكن مع الاسف ليس احرار لأن مازلنا مستعمرين. السؤال اللي الثاني اللي نحب نسأله: هل احنا ما نجمو نستولاو على الثروات متاعنا ونستفيدوا منها؟ مع الأسف لا. علاش لا؟ على خاطر احنا شعب كما قلت لكم مجهليننا، ملهيننا بالدين وبرمضان وبالأعياد الدينية وبالقرآن الكريم وبالمساجد فهمت، في عوض يثقفونا
ويعلموا أولادنا ويقريوهم ويكونوهم، لا يخليهم جهال، خاصة الجنوب. انتم معليش بورقيبة ما اهتمش بالجنوب، انتم تعرفوا قسم الجنوب، فهمت؟ تم إهماله كليا من طرف بورقيبة. علاش؟ على خاطر غاديك مركز الثروات، لأن كان الشعب هذاك يولي واعي، يولي يلاحظ، يولي يشوف، يولي طالب حقوقه، وهذا ما يساعدش الحكومة التي هي عميلة لشركات أجنبية. وإحنا ما نلوموش هذه الشركات، هذه مسألة واحد يعني اتفاقيات، ما نلوموهاش. يعني واحد يلقى رزق معناتها كي الآخر ما يطالبش بحقه، إيش تحب تعمل؟ إحنا نلوم رواحنا اللي لاهين بالحكاية فارغة ونفكروا في الحياة من بعد الموت، ما يهمناش في الدنيا هذه. يعني إهمال الجنوب كان متعمد. إحنا عبارة على طفل قاصر، تصوروا وليد صغير عمره 3 سنين وعنده 100 مليون، هل تعطيه ال 100 مليون هذه؟ كيف تعطيهم له؟ تو يمشي يقطعهم ويلعب بهم وما يمشي يعمل بهم حتى شيء. اذا احنا مادام متخلفين، مادام مانيش واعيين، مادام نصفق لهذا ونصفق لهذا ونصدق هذا ونصدق هذا، واللي يتكلم اكثر واللي يكذب اكثر نصدقوه، مادام ما نخدموش في مخاقنا ونبحث ونتعرف على بلادنا ونتعرف على العالم، احنا ماناش في المستوى باش ناخذ هذه الثروه. ما عندنا شركات معناتها باش تستخرج هذاك الشيء ولا للتسويق. تي احنا ابره ماناش صانعينها، ابره، وهذا كل نتيجه الحكومات نتاعنا. الحكومات نتاعنا عامله اتفاقيات مع دول وشركات ان احنا نبقى شعوب مستهلكه، ان احنا الثروات نتاعنا كلها تتعطى ليهم ومن بعد هما يبيعوهم لنا باللي يحبوا هما. اللي يخلي الحاجة في أوروبا أرخص من اللي عندنا احنا، رغم اللي احنا اللي انتجناها. حتى التمر، اشري كيلو تمر في تونس واشري كيلو تمر في أوروبا وشوف الفرق. يعني ما نحكيوش على المنتوجات الفلاحية وعلى غيرها من الأمور، ما نحكيوش عليها هذه. وإحنا نحرقوا، ثم يحرقوا في البحر، فهمت؟ يعرضوا رواحهم للموت، يعني باش يوريك معناتها معناتها مستوى التفكير ومستوى الوعي عندهم. والغرب ينجم في لحظة يمنع هذه الهجرة، ولكن ما يحبش. علاش؟ على خاطر قاعد يمتص في الغضب. يعني العباد اللي يغضبوا ياسر يحرقوا، هاكا اللي يغرق يغرق، واللي يوصل له هاكا يبقى مرمد، ومن بعد كان طالب زمان يعملوا عليه مزيه يقول له اعطيناك اوراقك، وهو اللي عطاه اوراق ولا شيء، هذيك فلوسه، فلوسه، فلوس بلاده اللي سرقوها واللي كلاوها. ولكن احنا كما قلت لكم ماناش في المستوى باش نتصرفوا في الثروات نتاعنا، على خاطر شعوب مازالت غامسه في الدين ومازالت تفكر، فهمت، في الجنه، واللي تعتبر الفوز الاعظم هو الجنه، وناسيه الدنيا وتخلي كل العالم ينبش فيها. لا نصنع، لا نستخرج، لا نقري، لا نعمل حتى شيء. نعرفوا كان نصفقوا، ونعرفوا كان الكلام ما غير حتى فعل. اذا مادام انتوما عندها ما كمش على قد المسؤوليه باش تحرروا رواحكم وباش تاخذوا المسؤوليه في يدكم، عنده الحق الغرب يعمل فيكم اللي يحب. الغرب راهو ماهوش ظالمكم، تنجم تقول يمكن في الاول صحيح استعمركم وكذا خاطر انتوما كنتوا عاملين القهر، فهمت؟ اما الان مع التطور والعلم والمعلومات وكل شيء، كان انتوما توليو في المستوى، الغرب ما ينجم يعمل حتى شيء، ما عادش نجم يعمل حتى شيء توا. ولكن مادام انتوما ساكتين
وتبنيوا لي في الجوامع وتعديوا شطرقاتكم في الجوامع وتقرأوا لي في نفس الكتاب 1000 مرة وتقرأوا 1000 كتاب وما تبحثوش وعندكم انترنت وتتبعوا لي في المواقع الإسلامية والأناشيد الإسلامية وتبارتاجوا لي على الصفحات متاعكم الدعاء اللهم انصرنا اللهم اهدينا اللهم ادخلنا الجنة وانتوما حتى العنكوشكم غارقين بل أكثر من عركونشكم. إذا انتوما ما تستحقوش أنكم تاخذوا مصيركم بيدكم لما تتحروا في بخاخكم وتحروا اللي حولكم. وقتها تنجموا تقولوا فهمت البترول وين. نذكر شاعر معناتها في عهد نويره نظن في عهد نويره ما تعرفوا اللي الوزير الاول نويره يعني كان هو ليبرالي وحطوا بورقيبه باش يواجه المد العروبي اليساري وكان باش يطور تونس يعني اقتصاديا ويعني يمشي بها في اتجاه الغرب ولكن بعد فشلوا في الوحده من بين تونس وليبيا على مسألة زاد البترول فهمت وسمح تونس سمحت يعني بحقول بترول ليبيا وما عندهاش الحق تقلب في البلايس اللي قريبه ليبيا في البترول لان الناب وحده كيما ما عندهاش الحق تقلب على البترول في المناطق اللي قريبه للجزائر باش ما تنافسش الجزائر في المساله هذه. واحد شاعر من الجنوب قال هالكلمه وين البترول معناتها الشعر هذا معناتها حطيته على الفيسبوك متاعي معناتها نتذكرها واكيد الكثير اللي في عمري واللي اكبر مني يذكروها هذه معناتها انتشرت وقتها ما فما لا انترنت لا فما حد شيء اما انتشرت من الجنوب الى خارج تونس. قال وين البترول باع نويره وحط فلوسه في جيبه الشعب محروم ويصفق يحيى بورقيبه. هذا يعني في بداية الثمانينيات يعني آخر السبعينيات. من بعده نفس الشيء وين البترول فهمت الشعب محروم ويصفق يحيى الزين. وين البترول الشعب محروم ويصفق يحيى النهضة. وين البترول الشعب محروم ويصفق يحيى المرزوقي. وين البترول الشعب محروم ويصفق يحيى قائد السبسي. انتوما شعوب متاع تصفيق متاع تبعية متاع استسلام. اذا من حق الشعوب اللي تعرف تعيش على الاقل تستغل الثروات متاعكم حتى تفيقوا على رواحكم وتوليوا معناتها بالغين فكريا وعقليا باش وقتها العالم يحترمكم. وهذا هو رأيي في مسألة وين البترول. صحيح عنا بترول وعنا ثروات كثيرة وعنا ثروات بشرية وشبابية وفلاحة وصيد بحري وملح وفصفات وكل شيء خير ما يعيش 50 مليون تونسي فوق تونس. هاي هولندا 17 مليون ما فيها حد شيء ربع تونس وعايشة أحسن عيشة تحت مستوى البحر ردوها فوق مستوى البحر وإحنا الدول متاعنا فوق مستوى البحر وفيها الثروات الكل الفلاحية والسياحية والطبيعية وعشرة ملايين فهمت والناس ما تلقاش ما تاكل إذا وين البترول قبل ما تسأل وين البترول اسأل وين عقلك يا ناس وين عقلكم وين مخكم باش تفكروا وتطالبوا بحريتكم واستقلالكم الحقيقي وكرامتكم. نظن الفكرة واضحة وبسلامة.